بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. توا باش نعطيكم الحل اللي هو طالبه السيد اللي بعث الفيديو نتاع موتور لازناف، موتور لرينو 19 اللي هو في الصباح الموتور يفبري يرقل برشا ويدخن. فما في الترومبات هذوما الروتو ولا في البوش في لونسيان فيهم نسموه احنا سارتير اوتوماتيك، فيهم كيل مانو بالكابل هكا مع الكابل هذايا يجي للمكان هذا اللي هو فيه السارتير اوتوماتيك، وفيه مفتاح 8 هنا ويمشي حتى للكلاس راكبه فيه هذه المانو هذايا اللي فيه الكابل هذايا مانو يخرج منه كابل. هذه تو لقيتش الكهرباء هذه اللي هي جي 5 من يعني هذا الحل الوحيد اللي لقيت باش نعمل لكم عليه فيديو. هذه بالنسبه للكابل هذه الكابل هذه غير كابل الاكسيلاتير، كابل الاكسيلاتير تشوف فيه الفوق وفما كابل. اذا كان باش نعدلوا السياره وناخذوا على الدخان هذاك وماشي ولا فما فيبراسيون ودخان الصباح، هذا في حاله اذا كان عنده لافونس وريتار نتاع الطرمبه مريقلين، تكون لافونس وريتار نتاع الطرمبه مريقلين، يكون الشان يكون الكروا ديستريبيسيون اللي هي نسموها احنا شان ديستريبيسيون او كروا ديستريبيسيون تكون الميز بوان نتاعها مصلح يعني مريقل بالضبط، وقتها ما عادش عندنا حتى اشكاليه في الامور. اللي يبقى عندنا كان هذا الستارتر اوتوماتيك اللي قلت لكم عليه، هذه جي 5 يعني اخترت بركه على خاطر موديلها يشبه قريب للبيجو والرينو. الكابل اللي هو يجي كما قلت لكم انا يجي من الكلاس، فما منو في الكلاس يجي من الكلاس يمشي حتى للطرمبه. الكابل هذايا في اخر وفما نسموه احنا سير كابل، فما حاجه تشد الكابل تشد الكابل هذه بمفتاح 8. هذه كي نحلوها من هنا احنا تو مش باش نحلها خاطر ما نفسدش الريكلاز نتاع الطرمبه، هذه كي نحلوه من هنا نجمو نحوه الطرف هذايا نجمو تنح نجمو نفكوه الطرف هذايا. والصباح هي بارده، لابد الصباح وهي بارده ما فماش ما تنجمش في وهي سخونه، لا الصباح هي بارده تفتح الكرو هذايا وتدز هذايا الطرف هذايا الاخر هذايا اللي هو هذايا تو ستارتير اوتوماتيك اللي هو هذا تو هذا هذايا كي تحرك تسكت منه الكهرباء، وكي ترجع ترجع الكهرباء العاديه ما تسكتش. هذه فيها رجلة كي تجبد انت هذايا على الاخر، دز على الاخر هذايا دز على الاخر وتكبس هذا، واحد يشد معاك يدز هذه وواحد يكبس هذه وهي تكون على الاخر هذا الصباح وهي بارده متخدم على روحك تو يتنحى الدخان ويتنحى الفيبراسيون. هي وحدها كي تدخل الكهرباء توصل درجه الحراره 90 ينزل هذا وحده ينزل ويرجع الرنوطي عادي كما هي كما العاده من غير حتى اشكاليه. ملاحظه بركه عندي كونه من الاحسن العمليه هذه تكون فيما ترمستا راكبه، تكون تم ترمستا راكبه في الموتور. اذا كان ما فيش تكون المانو نتاع المروحه تكون على الاقل اكثر من 85 باش ديما تقعد القطعه هذه اللي هي الترموستات تقعد ديما سخونه وما تقعدش كهرباء مره تكسيلاري ومره بارده مره تكسيلاري ومره بارده على خاطر تبدا الترموستات مش راكبه. المانو نتاع المروحه من الاحسن يعني في الشتاء بالذات تاخذوا يعني اللي هو 85 95 او 85 90 او 75 80 ما تاخذوش هكا 82 64 لا 82 64 لا هذاك يعني لان هي معناتها 82 64 تخدم في 82 وتسكت في 64 معناتها بتنزل الحراره على الاخ هكا الموتور يبدا يعدل. تاخذ شو اسمه مانو تاع المروحه يكون على الاقل 75 80 تخدم في 80 وتسكت في 75 وهي هكاك يعني تنزل الحراره حتى 75 تسكت او العكس. من هيك الستارتر هذا ينجم يكون يمشي مرتاح، اما اذا كان ما عندكش ترموستات وعندك المروحه تخدم في تسكت في 68 راهو هذا مش باش يمشي معاك مريكل مش باش يمشي معاك معدل على خاطر علاش؟ القطعه هذه ديما على الاقل تكون فيها الحراره مش اقل من 85 90 كي تحصل على الاقل 80 تولي تخدم على الاقل مريكل، اما اقل من هكاك راهي المروحه شو اسمه الستارتر هذا ما ينجمش يخدم لك. بعد ما تريقل هذايا وتكبسها وما فهم شيء. اذا كان قاعد عندك شويه جو هنا لازم عندك هذايا هذه الكرو هذه هنا اللي هي في الكان هذه الكرو هذه في الكان لازم تزيد تكبس منها لان لازم شفتوا هي بارده كهرباء هي بارده ما تنجمش تتحرك ما فيها تتحركش بكل شفتها ما تتحرك شيء منها
هي بارده مش كيما هذا تو هذا كذا تري يتحرك هي كتاب ده بارده فما شويه تحريك هيك كيما هذاك شويه فما شويه هيك كتاب ده بارده في هذايا كتاب ده سخونه في هذايا يبدا شويه تبدا شويه تحريك هيك وكي يبدا بارده ما فما شيء يتحرك لازم يكون هيك يابسه كذا يابسه على الاخ اللي هو هذايا ما تزيد نجم تزيد حتى من هنا تحبش تحل الكرو هذيك تحل من هنا ميجا وتزيد ميجا بالعكس وبهيك العملية لازم تكون يعني تفيدك بالريجلاج وإن شاء الله تنفعكم العملية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.